بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد. أهلا بحضراتكم في فيديو بسيط وقصير بناء على طلب أحد المتابعين من أبناء المتابعين، كان بيجد صعوبة في حفظ جدول اللي فيه الشفرة الوراثية، فعملت فيديو صغير كده وقتي سمح بهذا يعني، فهنشوف مع بعض ازاي اسهل طريقة لحفظ جدول ترجمة الشفرة الوراثية. نشوف مع بعض كده، ده الجدول بيكون بالشكل ده. طبعا لما بنبص له لأول وهلة بنتخض، لكن طبعا احنا المفروض بنقسمه ازاي. شايفين هنا الحروف الشفرة الوراثية شفرة ثلاثية، لكن في أربع حروف اللي هم خاصين بالشفرة الوراثية اللي هم الجوانين، حرف الجي أهو، والإي الأدينين، والسيسوسين، واليوراسيل. خلاص، فأدي الأربع حروف بالشكل ده وبنكتبهم هم بس. إحنا هنا فوق اليو فوق بنعدهم مرة تانية، اليو أهي بنبدأ باليو بعدين السي الإي الجي. خلاص. طب والعمود الثالث، العمود الثالث بقى هنا متكررين مرة واحدة، هنا لا بنكررهم ثلاث مرات، يعني يو سي اهو، يو سي اي جي، تاني يو سي اي جي، وهكذا. يبقى احنا عندنا المفروض ثلاث مرات، عندنا هنا الكود الاولاني، الكود الثاني، الكود الثالث، يعني ايه بنشتغل بالشكل ده عشان نحفظه اهو. انا دلوقتي مش بشرح ازاي بنترجم، اللي دي شرحت في فيديو سابق، احنا ازاي نحفظ الجدول ده او نملاه بطريقة سهلة. الفيرست بيز او القاعدة الاولانية، هنا حرف اليو بنكرره هنا وهنا وهنا وهنا، حرف السي بنكرره هنا وهنا وهنا وهنا، حرف الاي وهكذا، فاصبح عندي الخانات كلها موجود فيها الحروف الاولى. يبقى حرف اليو كررته في الثلاث اربع خانات دول، والسي كررته في الاي ار، وهكذا. طيب وبعدين اهو نبتدي بعد ما كده ناخد بقى، يبقى احنا خلصنا القاعده الاولانيه، نخش على الحرف الثاني اليو نحطه عمودي هنا في كده. طب وبعدين ناخد بعد كده الحرف الثاني السي نحطه بالطول في العمود كله، وبعدين حرف الاي، وبعدين حرف ال جي اللي هو الجوانين. طيب يتبقى الحرف الثالث فيهم كلهم، هنعمل فيه ايه ده؟ نبتدي بقى ناخد اللي على اليمين هنا، حرف اليو نحطه فيهم كلهم كده اكتملوا، ثم ناخد حرف السي نحطه فيهم كلهم، وبعدين حرف الاي، وبعدين حرف ال جي، كده اكتمل الخانه دي او هنا. نبتدي بقى نكرر نفس الكلام في باقي الجدول، هنلاقي الجدول عندنا اتملى بكل بساطه. طبعا دي الحروف الاولى من الاحماض الامينيه اللي بتعبر عنها، ولكن هنلاقي انها مش ماشيه الحروف الاولى في كل حته. ليه؟ يعني هنلاقي ان الحرف هنا مثلا ايه؟ هنا تريبتوفان حاطينه حرف الدبليو، ليه؟ عشان حرف التي اتاخد للثيرونين فما ينفعش يستخدم مرتين. طيب هنا الارجينين حطينا له الار، ايوه لان الالينين خد حرف الاي، وهكذا. يعني هتبص هنا الميثونين ما فيش فيه مشكله، هنا البرولين ما فيش مشكله، هنا الفينايل الالين حطينا حرف الاف، خلاص وهكذا. تمام، يبقى احنا ليه؟ لان البي عطيناه للبرولين، وهكذا. لما هنيجي نمشي بقى، يبقى اذا في احماض امينيه بتاخد الحرف الاولاني منها، وفي احماض امينيه زي الجلوتامين حطينا كيو، ليه؟ لان الجلوتاميك خلاص هو اللي هياخد بقى الحرف الجي، هنلاقيه راح للحمض، يعني بنبص كده عليه اهو، الجلاسين راح للجلايسين. طب في عندنا جلوتامين وفي جلوتاميك اسيد، الجلاسين خلاص خد حرف الجي وده المتعارف عليه، الجلوتامين حطينا له حرف الكيو، الجلوتاميك اسيد حطينا له حرف الاي. ليه؟ دي قصه ثانيه مش هتعرض ليها هنا، يعني الطريقه دي اللي مالينا بيها الجدول. إن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لا تجعل في عملنا رياء أو سمعة، اللهم آمين آمين آمين. وإلى أن نلتقي في فيديو قادم من تبسيط العلوم، أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.